الأيام والسنين ويفنى ما فيها، ولكن هناك شخصيات تبقى شامخة كالوجود بفضل أسمائهم وتاريخهم العريق، أفنوا حياتهم داخل جدران القلعة الحمراء. ولذا نواصل تقليب وتصفح فصول كتاب 100 سنة أهلي لنضع تحت الضوء شخصية من شخصياته المبهرة، لنتزود من صفحاتها معنى العطاء والاجتهاد والإيثار والفن والموهبة. ضم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عبر تاريخه العديد من اللاعبين الأفارقة، منهم من أثبت وجوده وخلد اسمه في ذاكرة الجمهور. وآخرين خرجوا من الباب الخلفي لقلعة الجزيرة، لكن يظل الأنغولي سيباستياو جيلبرتو في رأي عدد كبير من جمهور الأهلي هو أفضل لاعب أفريقي في تاريخ النادي، حيث لم يسبقه أي لاعب آخر في عدد البطولات والمباريات التي شارك فيها مع النادي. انضم جيلبرتو للأهلي عام 2001 في فترة الانتقالات الشتوية، ولم يتم وقتها عامه العشرون بعد قدومه من نادي بيترو أتلتيكو الأنغولي برفقة زميله إيفيلينو. وكلفت تلك الصفقة خزائن القلعة الحمراء مبلغ 8 ملايين جنيه آنذاك. قضى الفهد الأنغولي 8 سنوات في صفوف القلعة الحمراء، وشارك في أكثر من 280 مباراة، واستطاع أن يسجل 6 أهداف، وشارك مع الجيل الذهبي للأهلي في حصد كل البطولات، حيث حصل على لقب دوري أبطال أفريقيا ل3 مرات، والسوبر الأفريقي 4 مرات، وبطولة الدوري 6 مرات، والسوبر المصري 5 مرات، وكأس مصر 3 مرات، كما شارك في إنجاز الأهلي العالمي بالتتويج ببرونزية مونديال الأندية. كون الظهير الأيسر جيلبرتو والمهاجم فلافيو واحدا من أفضل الثنائيات في تاريخ كرة القدم المصرية، والجميع يتذكر عرضيات جيلبرتو ورأسيات فلافيو التي أهدت للأهلي الفوز في العديد من المباريات. وحقق هذا الثنائي أيضا العديد من البطولات للنادي، حيث فاز الأهلي على الإسماعيلي في المباراة الفاصلة لدوري 2009 بهدف من عرضية جيلبرتو ورأسية فلافيو. وفي مباراة السوبر الأفريقي عام 2009 أحرز فلافيو هدفين أيضا من صناعة الفهد جيلبرتو ذو القدم اليسرى السحرية. خلال أحد المباريات الودية الدولية ضمن استعدادات أنغولا لأمم أفريقيا 2006، تعرض اللاعب لإصابة بقطع في وتر أكيلس وغاب عن الملاعب لمدة 9 شهور، وتجددت إصابة اللاعب مرة أخرى بعد شهر من إتمام شفائه من الإصابة الأولى، ولكن هذه المرة مع الأهلي. وكلفت تلك الإصابة خزائن الأهلي ما يقرب من 200,000 دولار. جاء عام 2010 ليكون نهاية قصة جيلبرتو مع الأهلي، وقصة 8 سنوات قضاها مع النادي محققا عددا كبيرا من البطولات، حيث كان الرحيل الرسمي بعد تعاقد الأهلي مع المهاجم اللبناني محمد غدار بالإضافة لفرانسيس وأمير سعيود ليكمل الأهلي عقد ثلاثي المحترفين. وقامت إدارة الأهلي بعقد حفل تكريم كبير للاعب، ووجهت الشكر له على الفترة التي قضاها في النادي. في مارس 2014 عاد جيلبرتو إلى مصر مرة أخرى، ولكن هذه المرة مع فريقه القديم بيترو أتلتيكو لمواجهة الإسماعيلي، حيث تلقى جيلبرتو بجانب زميله فلافيو استقبالا حافلا من جماهير الأهلي بالورود في مطار القاهرة، ليبقى فارس الجبهة اليسرى خلال حقبة الجيل الذهبي للمارد الأحمر جيلبرتو حدوتة كروية من حواديت القلعة الحمراء التي لن تمحى من تاريخ الساحرة المستديرة.